هذا سائل يقول: هل يصح الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما حسب الوقاع والأحداث، وكيف يكون جبريل سمعه من الله جل وعلا؟ هذا لم يثبت، الأثر لم يثبت، والصواب أن جبريل عليه السلام سمعه من الله وينزل به مجزأ مرتلا، ورتلناه ترتيلا، يعني ينزل شيئا بعد شيء حسب الوقائع والحوادث في خلال 23 سنة، في خلال 23 سنة، وقرآنا فرقناه تقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا هو الحق. أما أنه نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجما، هذا لم يثبت، وهو يخالف الأدلة الصحيحة ويخالف القرآن. وأبطل من هذا قول من يقول إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، هذا قول الأشاعرة، هذا باطل. قد رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قاله السيوطي في الإتقان، كتاب الإتقان في علوم القرآن، رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله برسالة سماها الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم أو العظيم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.